no, no. بحب اكون مختلفه كل مره، يعني مش بحب اكون ثابته على ستايل معين. معرفش يعني، والله بتيجي صدفه. انا حتى معظم لبسي بيكون اسود، في الابيضات والاسودات ما بحبش الون قوي، بحس الالوان بتليق عليا جدا. بس يعني والله كل الحاجات بتيجي صدفه، واحيانا بقى بستعين بحد ان هو يعمل لي ستايل. طبعا عرب اكيد، بس انا بحب المصريين. يعني بالنسبه لي مهند كوجك، شهيره لاشين، نورين فرح، ناس كتير قوي. احنا عندنا هنا مواهب، ناس تصميم ازياء، وعندنا كمان ماركات مصريه بجد بجد حلوه بجد. بصي ما لهاش علاقه، بس انا باكل حاجات معينه، يعني عندي طريقه معينه في الاكل، بس ما لهاش علاقه بالدايت، هي ليها علاقه بحب ايه وما بحبش ايه وباكل. يعني انا بفطر كويس، بتغدى، بتعشى، ما عنديش مشكله في كده، بس بشرب ميه كتير، باكل فاكهه كتير، عندي ادمان للسكريات بشكل هستيري، فدي كارثه. بس يعني لازم الصبح اول لما بصحى مثلا، يعني الناس كلها تشرب قهوه شاي، انا ولا بشرب قهوه ولا بشرب شاي، يعني مستحيل الاثنين دول، حاجه ما بحبهمش اصلا. بس مثلا ممكن اشرب في الشتاء هوت شوكليت، اول ما اصحى بشرب هوت شوكليت. بس لا، طريقه اكل معينه لا، باكل كل حاجه. هناك يا جماعه بيبقى الجو حر وما بيبقاش واخدين بالنا اصلا، وبنبقى مش مركزين، فبيبقى الاجواء كلها كده، فبيبقى ده بالنسبه لنا احنا عادي. فممكن هما الناس بتشوفوا اللي هو حاجه فجأة او حاجه كده، بس يعني على حسب. يعني انا تمام، الناس اتضايقت طبعا هحط ده بعد كده في اعتباري، وده مش هقرر ان انا اضايق الناس، بس في حدود الذوق، وحدود ان محدش يتدخل بطريقه قله الذوق مش اكتر. يعني يعني لو قلتي نصيحه بشكل محترم وبشكل تمام، اتقبلها جدا، بس قلتي لي بطريقه حاسه انك تتعدي حدودك، يعني ههزقك برضه. عندي رساله على فكره، مفيش بصراحه، مفيش حد معين، بس من جيلنا، يعني من ولا مش عارفه، يعني بس هو كله يعني كل حد ليه الستايل بتاعه محدد، بيلبس بشكل معين. بس حد اقلده مفيش بصراحه، يعني بحس ان في حاجات بتبقى حلوه عليها هي، بس عليا انا لا. بس لا مفيش، يعني كله بيعجبني، ما عنديش مشكله مع حد في طريقه لبسه او طريقه كده خالص، بالعكس. بس انا هقول لك حاجه، يعني انا ما عنديش مشكله مع اي حد بيعمل اي حاجه ليها علاقه بالتجميل، لان عادي، كلنا بنكبر، وكلنا يعني اصلا شكل الشخص بيتغير في سنين مختلفه. يعني انا من كام سنه مناخيري ما كانتش كده، يعني كبرت سن عن زمان، وانا صغيره بتبقى مناخير قد كده، بتكبر لحد بقى ما بتعجزني، بقى مناخيرك قد كده بتبقى كده. فانا ما عنديش مشكله لو شخص حابب ان هو يعمل حاجه عشان يحس ان احسن او كده، ما عنديش اي مشكله، دي حريه شخصيه بحته. مش عاجبك ما تبصش على وشي، بس مش من حق اي حد ان هو يخش في فكره انه ايه ده، دي عامله كذا، دي عامله بوتوكس، دي عامله معرفش مناخيرها، دي عامله خدها، دي عامله راسها، دي ما حدش دعوه، ما حدش يتدخل حاجه.